ما هو الشيء الذي يأتي إلى ذهننا عندما نقول قط شديد الخطورة، أسد أو فهد؟ أليس كذلك؟ ماذا لو كان هناك قط بخصائص أكثر فتكاً من خصائص ملك الغابة نفسه؟ ولكن من الواضح أن هذا له علاقة بحقيقة أنك ربما لم تسمع أبداً عن أصغر وأخطر قط في العالم، القط الأفريقي أسود القدمين. القط الأفريقي أسود القدمين هو في الأساس أصغر قط بري في إفريقيا، ويعرف أيضاً باسم القط الصغير المرقط. بقدر ما يبدو مثل قط الشارع العادي، نود أن ننبهك إلى أنه لا يوجد شيء عادي فيه. على سبيل المثال، على الرغم من أن اسمه قط أسود القدمين، إلا أن قدمه ليست سوداء تماماً. بدلاً من ذلك، الجزء الوحيد أسود اللون هو باطن القدم، ويمكن أن يتحول إلى اللون البني الداكن في بعض الأحيان. من أكثر السمات المميزة للقطط ذات القدم السوداء قدرتها على تمويه نفسها بشكل شبه مثالي، كل ذلك بفضل ألوان البقع والخطوط الممتدة على جميع أنحاء الجسم. يعمل جانب التمويه بشكل مذهل، خاصة عندما يتعلق الأمر بليالي اكتمال القمر. عيون القط الأفريقي أسود القدمين جميلة جدا، لدرجة أنه من الصعب بجدا إدراج وصفها في السياق، ناهيك عن الخطوط السوداء السميكة التي تمر عبر زاوية عيني، وكذلك الخطوط على خديه وذيل سميك بطرف أسود. إذا عدنا بالزمن لمعرفة المزيد عن تاريخ القط أسود القدمين، ستندهش عندما تعلم أن أول قط أسود القدمين عرفه العلماء والبشرية كان عام 1824. حدث هذا الاكتشاف في شمال كارو بجنوب أفريقيا. خلال تلك الفترة شوهد هذا النوع في الغالب في السهوب القاحلة والسافانا في جنوب أفريقيا، ومع ذلك خلال منتصف الستينيات شوهد أيضاً بشكل بارز في جنوب بوتسوانا، وفيما يتعلق بمناطق مثل ناميبيا وجنوب زيمبابوي فقد تم تسجيل بعض الآثار، ولكن أصالتها كانت موضع شك إلى حد ما. لطالما أثارت الدراسات الموسعة التي تدور حول القطط الأفريقية ذات الأقدام السوداء اهتمام عالم الحيوان وخبراء الطبيعة، حيث يتم إجراؤها عادة باستخدام القياس الراديوي عن بعد، وهي مستمرة منذ عام 1993. وقد قام الباحثون بدراسة سلوكها وعاداتها الغذائية وكل ما يتعلق بموطنها. بالنسبة لخصائصه وميزاته المورفولوجية، القط الإفريقي أسود القدمين فريوي ومغطى بالكامل بخطوط وبقع سوداء. عادة ما يكون لون رأس القط أغمق مقارنة ببقية جسمها، تماما مثل أي قطة أخرى، فإن شوارب القط الإفريقي أسود القدمين بيضاء اللون، بينما الشعر الموجود فوق الأذنين بني داكن. البطن أبيض في الغالب، بها خطوط ممدودة غير منتظمة. يعتمد اللون العام ونمط الفراء على المنطقة التي يعيش فيها القط. إذا كان يعيش في الجزء الشمالي من إفريقيا، فمن المرجح أن يكون لونه أفتح. أما إذا وجد في الجزء الجنوبي، فمن المرجح أن يكون أغمق قليلا، ولكن البقع والخطوط ستكون أكثر وضوحا. لدى القطة حوالي ثلاثة خطوط تشبه الحلقة على رقبتها، والتي يمكن أن تكون إما ذات لون بني محمر أو أسود بالكامل. يبلغ طول هذا القط البري حوالي 35 إلى 52 مترا، ولا عجب أن القط الإفريقي أسود القدمين هو أصغر أنواع القطط في إفريقيا. يمكن أن يصل طول الإناث إلى 36.8 سنتيمترا، بينما يمكن لنظائرها الذكور أن يصل إلى 52 سنتيمترا. يمكن أن يصل طول الذيول عند الإناث إلى 17 سنتيمترا، بينما يمكن أن يصل طولها عند الذكور إلى 20 سنتيمترا على الأكثر. يمكن أن يتراوح طول جمجمة هذه القطة الصغيرة الرائعة من 77 إلى 87 مليمتر، وعرضها من 38 إلى 40 مليمتر. تعد آذان القط الأفريقي أسود القدمين أكبر قليلاً مقارنة بالآخرين في عائلته، حيث يتراوح طولها من 45 إلى 50 مليمتراً عند الإناث و46 إلى 70 مليمتراً عند الذكور. وفيما يتعلق بالوزن، تزن الإناث حوالي 1.1 إلى 1.65 كيلوغرام في المتوسط، بينما يزن الذكور حوالي 1.6
2.45 كيلوغراما. حقيقة أن القط الإفريقي أسود القدمين هو أصغر قط في إفريقيا له مبرر، لأنه يعتقد أن القط البري الإفريقي يبلغ حجمه حوالي 3 أضعاف حجم القط الإفريقي أسود القدمين مع أرجل وذيل أطول. فإن القط البري الإفريقي مميز تماماً في مظهره، حيث أنه في الغالب رمادي اللون دون أي بقع أو خطوط باهية. إذا كان هناك أي حيوان يشبه القط الإفريقي أسود القدمين، يمتلك قط سيرفال فرواً يغطي جميع أنحاء جسمه، وهو من نفس لون ونمط القطط الأفريقية ذات الأقدام السوداء. الفرق الرئيسي الوحيد في مظهر القطط هو حقيقة أن السيرفال له آذان أكبر نسبياً وأرجل وذيل أطول. يتواجد القط الأفريقي أسود القدمين في الغالب في بيئته الطبيعية في جنوب أفريقيا. يزيد تعداد الأنواع الأخرى من القطط في هذه المنطقة قليلاً عن عدد القطط الأفريقية ذات الأقدام السوداء، حيث أن أكبر تجمع للقطط الأفريقية سوداء القدمين يتواجد في مجموعة من المناطق مثل ناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وأنغولا، ومع ذلك نادراً ما يوجد في منطقتي ليسوتو وسوازيلاند. يفضل عادة العيش في منطقة جافة وشجيرات وقاحلة ذات أعشاب متناثرة قصيرة الارتفاع. على سبيل المثال تعد منطقة كارو وجنوب غرب كالاهاري الموطن المثالي للقطط الأفريقية ذات الأقدام السوداء، وعادة ما تكون مناطق جافة طوال العام باستثناء بعض الأمطار المتوزعة التي تهطل مرة واحدة. سلوك وسمات القط الأفريقي أسود القدمين هي أنه ليلي بطبيعته، أي أنه ينام أثناء النهار ويظل نشطاً طوال الليل، كما أن القط يفضل في الغالب أن يكون بمفرده، وهو حيوان منعزل وغير اجتماعي، حسناً باستثناء الحالات التي افترض أن تعتني فيها الإناث بصغارها، لأن القطط الذكور عادة لا تترك الأنثى بمفردها. موطن القط الإفريقي أسود القدمين عبارة عن جحر يستريح فيه أثناء النهار، بالكاد تبذل القطة جهداً لحفر الجحر بمفردها، بل تعيش في جحور غير مأهولة للحيوانات مثل خنزير الأرض أو النيس. بالرغم أنه ليس كسولاً، لكن عندما يتعلق الأمر براحته فهو يحفر الحجرة أكثر لكون مميزاً، وبمجرد أن تجد القطة فرصة مناسبة فإنها تخرج من الجحور ليلاً للبحث عن الطعام. هذه القطط تفترس في الغالب القوارض والطيور الصغيرة. القط الإفريقي أسود القدمين حساس بعض الشيء، ويندفع مرة أخرى إلى داخل الجحور إذا شم رائحة خطر محتمل. قد يكون لديك انطباع بأن القطة جبانة بعض الشيء أو لا تعرف كيف تقاوم. عندما يتعين على القطة مواجهة أعدائها وجهاً لوجه، فإنها تمتلك الطريقة الأكثر فتكاً للرد وتدافع عن نفسها بشراسة إلى حد ما. وبسبب هذه القوة والشجاعة يعرف القط الأفريقي أسود القدمين أيضاً باسم نمر عش النمل في منطقة كارو في جنوب إفريقيا. حتى أن هناك قصصاً تفيد بأن القط الأفريقي أسود القدمين يمكنه حتى قتل زرافة يزيد حجمها عن 10 أضعاف حجمها فقط عن طريق ثقب حلق الزرافة. يزن حوالي 200 مرة أقل من وزن الأسد النموذجي، ولا تنخدع بمكانته الرزينة، فهو أيضاً الأكثر فتكاً بين جميع القطط في العالم، حيث يلتقط فرائس في ليلة واحدة أكثر مما يفعل الفهد في أشهر. يتمتع القط بمعدل أيض أسرع نسبياً، لذلك يحتاج لمواصلة الصيد حتى يشبع جوعه. أظهرت الأبحاث السابقة أن معدل نجاح افتراس القط الإفريقي أسود القدمين يبلغ 60%، وبالمقارنة تنجح الأسود في اصطياد ضحاياها بنسبة 20-25% فقط من الحالات. تلد إناث هذه القطط بعد فترة حمل تتراوح بين 63-68 يوماً في المتوسط. يصبح مستقلاً في عمر 3-4 أشهر تقريباً. تصل الإناث إلى مرحلة النضج الجنسي في غضون 7 أشهر، بينما يستغرق الذكور 9 أشهر حتى ينضجوا. ويعتقد أن متوسط العمر المتوقع للقط هو 15 عاماً. وفقاً للقائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لعام 2016، فإن القط الأفريقي أسود القدمين يعتبر عرضة للخطر، مما يعني أنه معرض لخطر كبير للانقراض في البر. ولأنهم معرضون أيضاً للعدوى والأمراض فإنهم مهددون. وليس هذا فحسب، فإن التدهور التدريجي لبيئتها الطبيعية بسبب الرعي الجائر وأساليب الزراعة غير المناسبة والصيد من قبل البشر هي عوامل رئيسية أخرى لتدهورها السريع.
وللحد من مثل هذه الممارسات يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وتنفيذ مشاريع الحفاظ على البيئة على مر السنين لحماية بقاء القط أسود القدمين. يشبه القط الأفريقي أسود القدمين نسخة صغيرة من قطة الحي العادية، ولكن على الرغم من أن القطط المرقطة رائعة بشكل واضح، إلا أن القاتل الشرير والماهر يكمن تحت مظهرها الخارجي. أخبرنا في التعليقات أدناه ما هو الوحش الجميل الذي ترغب في مشاهدته. شكراً على المشاهدة، نراكم في الحلقة القادمة.